كتير كتير مهمة كمان بهيدي اللحظة. هلا لازم هذا الفيديو يوصل لمية ألف لايك، لأنه أول ما يوصل الفيديو لمية ألف لايك كيكي رح تحلبها للبقرة. صباح الخير سوبرز مارفل، صباحو بابا. ايه صباحو، شفتوا كيف قالت لي صباحو؟ صرنا كثير فريندز انا وياها مع بعض. صباح بابي، شو في كيكي؟ الله يسامحنا لإلي أنا؟ ليه الله يسامحني؟ وحيد شو مش نايمة كل الليل، كل الليل ما كيف بتعمل البقرة؟ فادي كيف تعمل بقرة بابا؟ صباح الخير سوبرز. اخ سوبرز العالم. مارفل عم بغني لهم غنيتك؟ ليك ما اجملهم، ليك ما اجملهم، يا الله يا الله. اوكي تخبركم اليوم شو بده يصير، لانه مبارح مثل ما شفتوا كلكم انه البقر اجوا كتير كتير مبارح، يعني من سفر تعبانين مجويين موسخين، ونحن لازم نحممهم. مين نحن؟ نحن انت مين؟ بدك تحمميهم. انا بدك تحطنا بريش المي. اوكي مارفل، بدنا نعمل حمام للبقر. اون فا فير لو با بور لي فاش. بدي منك اعملي معروف سطل وصابون وشقفتين. صابون بادي يعني شاور، يعني اللي نحن بنستعمله انه ما يعني. وبادي لوشن، جيبي لهم معطر، ما جيبي لهم بارفان، جيبي لهم شانيل تبعيتي. كريم 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 ماسك للشعر. انا بعدين يعني. انت بتعرف انه اكثر حيوان بينتبهوا عليه وبياخذوا يعني they take care of it هو البقره، ليه؟ حتى تعطي حليب حلو وزبده طيبه وهيك. شايف الدعايات اللي بنحضرهم على التلفزيون شو بيعملوا بالبقره؟ البقره الدنماركيه هيديك، عرفت شو؟ وبعدين تبقى طالع عليهم تبقى ستار. مش جيبي بكله، جيبي كيلوغرام. طيب انا بحكي عن اول الدعايات الفقره كل البقره هيك بيعملوا. تعال نعمل بقره اليوم كانها بقره الدنماركيه الحلوب اللي بيعملوا لها اعلانات، اوكي؟ يلا جهزي كل الاغراض، مشوا ننزل سوبرز لنبدا يومنا بحمام بقراتنا الجديد. توني بليز حياتي، هيدا انت جايب لي اياه يمكن يخلص كله، فيك توصي لي على واحد ثاني؟ هيدا بتعرفي قد حقه هيدا؟ دبي لو ما بدي اعمل اعلان، بس بتعرفي قد حقه؟ ايه بدك تخلصيه على البقره واشتري لك واحد ثاني؟ بدنا نعملها بقره حلوب. تلاقيكي؟ لا بطل بدي اعملها بقره حلوب. لحظه في شغله كثير كثير مهمه كمان، بهيدي اللحظه هلا لازم هذا الفيديو يوصل ل 100,000 لايك، لانه اول ما يوصل الفيديو ل 100,000 لايك كيكي رح تحلبها للبقره. ما بعرف احلب بقره. بدنا نتعلم، يعني بدنا ننزل منها حليب. يا ايطاني 100,000 لايك هلا والفيديو القادم سوف نحلب البقرة وكيكي اول الحالبين. اوكي كيكي تحلبوا بنتمرن، ما نتعلم، ما هو نحن بدنا نتعلم نحن والسوبرز كيف بيحلبوا. كيف حلو؟ ايه بدي ترجع تشربيهم. لا تو ماتش تو ماتش. اوكي سوبرز هلا شيلوا المزح، عن جد ضايعه، مش عارفه شو بدي اخذ لها، اي شاور جيل اي صابون، بشو بحمموا البقره؟ مش عم بعرف شو بدي اخذ، يعني باخذ شاور جيل تبعولنا اللي نحن بنستعمله؟ ما بعرف توني وحيد شو بقرنا صرخت. اخذت الكاميرا واخذت عندك فتي بالحمام عم تصوري. عم نقي انا والسوبرز اي شاور جيل بدنا نستعملها للبقره ما عم لاقي. فوتي جيبي لي بيرسين، فوتي جيبي لي بيرسين. لا حرام، بتعرف شو بصير ببشرتها؟ بيرسين؟ بشو بده يصير؟ بشو بده يصير ببشرتها؟ تأكيد البيت كله عم نصور بالحمام، مش قادر صدق. جيبي الاغراض وتعي شرفي. يلا يا فادي. شو يا مارفي؟ هاي بابا، قول هاي سوبرز، قول هاي سوبرز. مش فاضي، عامل حفله. طب تعال نسلم على البقر. صباح الخير، هلو، كيفنا اليوم؟ يه مع اساس صرنا اصدقاء امبارح وصرنا كثير اصحاب. هلو. اوكي هيدي ظهرت من عن الغازون اصلا، ما بلشت تاكل بالسياره. يلا لجوا. لا حبيبي لجوا لجوا. نو عم نلعب انا وياها. يلا لجوا. برافو. يا راحت البقر. في خطة كتير. اوكي بعتقد انه عندنا مشكلة. ايزي اوكي. يلا لجوا. يلا طلعي. بعتقد عندنا مشكلة انه
يلا اوكي يلا يلا تعي معي. نو نو سيطرنا سيطرنا مسكنيها سيطرنا يلا عم اهلك يا حبيبي عم اهلك مش شو خايفه بدنا نطلع ناكل ونشرب ونتحمم وينك يلا سيطرنا سيطرنا بسيطه كيكي كان عم برضى كانت برا جبتها من برا لا نعم فلت لبرا نعم عم تتمشى كانت بس انه ما قدرت تسيطر عليا اول شيء عم تسلم عليك هيدا هيدا يعني هاي كيكي كيفي هيدا سمول غير هيك قصدها هي بطل ليفة وصابون صابون هيدا جبتها قررت انه هيدا قررت تبع الاولاد ايه فادي راكد ليفتح المي يلا بابا انت بتفتح المي خليني اسلم الكاميرا انا هلا انا وكيكي بدنا نحمم مع بعض والاولاد يلا نولنا يا بابي اوكي ايه اكيد يا بابا بس ما فينا نرش من بعيد بفوت مي بعيونا بدك ترش من قرب شوي هيك لحظه خلينا اوكي نربيش من وراي بابا خذه من وراي حمم بابا حمم البقره برافو دادي برافو بابي قرب بابي شوي قرب ما تطرفش مي برافو يلا يا مارفي انت هلا شوي اجريا اجريا سير لي بيه برافو مارفي اعطيني بابي اعطيني هلا لان لازم نحط مي مزبوط هيك ما فينا نطرطشها بدينايا وبعيونا بعتقد انه لازم نتساعد بكل بقره كيكي سلمي يا وتعي لعندي عبيلي هون ماي برافو كيكي هيدا شو السوداء؟ ليفتي هالليفتي كيكي هاي ليفتي نشتري لك غيرها كيكي لا مش بعد لهلا ما نقدر استقر يا حياتي انت قلبك كبير قلت انت اصوت شيء ضحي من ليفتك نرجع نشتري غيرها كيكي تعي من هون انت من ورا اوه بعد صابون روق مش عم ترغي مش عم فوحتيها منيح ايه مش عم لك يا دوري انا ما بديش اتحمى سوري هاي بخصوص اللون البني اللي عم ينزل منها بعتقد هي اصلا لونها ابيض مش ابيض واسود ايه هلا بدي روح لونها عم بتشيل الاسود يا كيكي يا عن جد عم بيروح كيكي ايه هيدا هيدا البني هيدا رمل يلا كيكي راس اعملي لها راسها اوكي لا لا ما رح جيبها ما هو الراس اصعب شيء لا ما تنقذي هيدا للولاد هيدا لا لا دموعها بعد اليوم ما بيحرق العيون كيكي بدي هلا رش هلا بدي رشك مي عم طمنها انه ما رح احرق العيون نقذت مني يلا يا الله كيكي هدي المي يا كيوت يا حياتي واو 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 يا كيوت انت بعتقد لازم نبدا مع الثانيه هلا هيدي خلص يعني اتركها منقوعه بالصابون ايه اتركها لحتى رح اتركها منقوعه بالصابون ونبلش بالصغيره يلا يا فادي هيدي كثير على يا رمى وها خايفه اوكي ما لانك بعيد عنها بدك تقرب بابي بدك تقرب عم بتبعد عني انا وعم بحكي ايه قرب يا بابي اكثر لا هيدي الصغيره كثير شقيه رح توني هو يهتم بحمام انا رح صور بس حتى توني مش عم بيقدر يسيطر عليا لا بدنا نحترم نفسنا لا بسحبها بسحبها لا انا لانه ما بدي اشد عليها كثير ايه بس شو يعني هي توني ما قادر يسيطر عليها يا الله طب يلا هيدي كثير بدها حمام فادي دعس لي عنا فادي كفادي دعس لي على الموت هيدي بدها شي 3 4 زوام ايه لانه كثير موحله كيكي هيك هي منا خايفه هلا شفت كيف كنت عامل لك يا بابي النبريش لازم يكون قريب لانه لما بيطرطش المي هي بتخاف بتنقص هيك هلا هي مرتاحه نفسيا مرتاحه وامك نفسيا مرتاحه يعني كله مرتاح نفسيا هيك لك كيكي ملزق فيها ايه ملزقين عليها ملزقين فيها الرملات والوحلات هي لونها مش بني بيضه هي مثل الثلج هي لونها هيدي مثل الثلج هيدا البني هيدا كله وحل شو نعرفها هلا بعد الحمام اوكي كيكي جاهزين للصابون يلا فادي جهز لك الصابون يلا يلا تعال جيب الصابون اعطيني الصابون اي كيكي شو صار دعست لي على اجري يا بقره شو بقره دعست لي على اجري شو بقول لك قلت بقره شو هدي فيها 300 كيلو كيكي وعمرها 7 اشهر اوه نايس ليك ما اجمل ليك 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 كيكي لك شو بدنا نعمل اعطيني الصابون يلا تعي لعندي ليك شو بنعمل رح تلعب بال ها شايفه شو عم بيصير شايفه شو عم بيصير ايه هلا انت ثانيه وحده صار عندك خبره اكثر بالحمام ها ليك كيكي واو شو رايك بروفيشنال كيكي باي باي ليك يلا فيني ميلا نعمل لها وجه بس 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 فادي فهم الكونسبت غلط كمان ما تخافي ما رح تحترقوا عيوني ما تخافي خلص ما بتحب تعمل وجه ما هو اصعب شيء كل الحيوانات ما بحبوا يعملوا وجه انا بعرف من الشوكليت لما اروح حممها بس لازم يا حبيبي ما اسود جنبي حالك وتلعبي من الصبح يلا خلصنا خلصنا يلا يلا خلص رح يطلع لك احلى شوكولا كندر هلا بدنا نفوحهم نيناتهم هلا بعديك بعدها منقوعه ما فل انت وين كنت
شو معك بايدك؟ شو هيدا؟ باستا. جاي باستا، فات اختفى جاب باستا للبقرة وجاي طعمية. يا الله. يلا طعمية باستا يا مارفل. مارفل والباستا. قلت كل ايه مارفل. ايه ما عم تاكل. جرب فهد بابي. فهد الامل من الصغيرة رح يجرب مع الكبيرة. التجربة. ايه كبلا ايها الكيمة. الكبيرة عم بخاف منها لأنه. طبيعي يعني حقه يعني. ما بياكلوا باستا يا ما بياكلوا باستا. انا هيدول البقر حرام رح يبلشوا يسخنوا. ايه نقعناهن كتير صراحة. يلا كيكي ليك اللون ياي ما عرفتها. اوكي شوف البني. لا وهي يعني مزعوجة انه تركوني عم تتمشى عم تتغندر انت وعم تحممها. لك كيف عم تلف حواليك فكرة حالة الارض. لك شو عملت؟ لك شو عملت بالسطل؟ شو عملت كيكي؟ فكرة حالة الارض. ايه وانا الشمس. اوكي عم بتدور حواليك كيكي. يعني هي الارض وانا الشمس وانت القمر. اوه لف لف حوالي. بعتقد انه لازم شوي نسيطر اكثر. ايه انت يعني توني بيحكي لغتها. وقفت ولا ما وقفت؟ وقفت ولا ما وقفت؟ وقفت. ايه وردت قالت لي بامرها. ايه ناخد الحليب. تأين يا بابي تنشوف الفيديو لكم لايك رح يوصل. إذا وصل لمية ألف دغري رح نحلبن للبقر. رجعنا رجعنا نلف رجعنا على فتي العروس. بس خلص بعتقد إنه إلى عم تركض هلا. لا خلص بفتكر إنه عم تقلك خلص تشيت عن جد خلص روح عند التانية. مش قادر توني بده يعمل شغله على الآخر يعني. بتعرفك أنتوا كلكم بتعرفوا إنه المايسترو بيعمل شغله على الآخر. بيرفكسيونيست. عم حمامة شو بدرك لصابون على شعرة مثلا؟ لأي حمام الهنا؟ يلا نبدل بدلوا بالبقرات. توني هيدي يبس الصابون علي قد ما ترك. ما عاد في صابون على وين الصابون؟ هلا الصابون بقلبها يا حرام شل اياهم بسرعة. لكن كيك عم يطلع عليك ليك الصابون. كيكي ليك الصابون. واو يبسوا. كلهم بيلف. كله بيلف. عم تهرب من المي. يلا مع انه ما عم يعني قويلها. ليك بدفي لها اياها للمي شوي بركي المي مسقعة. رح جننوا. I love you. I love you more. غني لها شي غنية. مكشرة. ليش عم تبكي؟ عم ببكي بدي رفيقة. قومي نقي شي رفيقة على ذوقك. نقتك. عن جد I love you. I don't. ياه. تركت لك البقرة كادو بالجنينة. Oh my god. عن جد هيدا كادو هيدا سميد تعرف؟ حبيبي أنا اللي بعرف. كل شهرين ثلاثة بشتري منهم. شو اسمه؟ سماد. أنا قلت سميد. أنت قلت سميد؟ عم تمزحي. قلت سميد اللي هو سميد اللي بنعمل فيه سميد اللي بنعمل فيه البسبوسة. قلت سميد. أوكي. عبد الله من آخر الدنيا عم بيقول لي ده سميد. أنا ما انتبهت افتكرت إنه ما قد نو واي قلت إنه لا يعني إنه المفروض تعرف الفرق يعني. سوبرز انا طالع اجيب له السشوار تنشفه. بدنا نجيب السشوار لحتى نعمل سشوار للفاش. اوكي بده يجن بابا. ابراش كمان ابراش. بدي جننه لتوني. عم تتخيلوا هلا منظره شايفني طالعه بالسشوار. بده يجن توني. حياتي انا جبت السشوار بدنا ننشفه بعد الحمام. يا وحياه الله. كيكي كيكي فرت البقرة هربت البقرة على الخبرية. لا كيكي وحي كيكي 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 مش منطق. انت مش طبيعي. بليز قولي انك كنت عم تمزحي معي. عم تمزحي معي طالعة وفاتحة الكاميرا معقول طالعة جننوا لاتوني. مقلب سريع. بس عزر مني كل شيء. اول شيء ليفتي صابون الاولاد كل شيء نلعب فينا. ايه انه انت ما استعملت شيء من اغراضك. جيب السشوار. سشوار الي هيدا. ايه كتر خيرك. شو معلم؟ انا عملت اللي علي. ضفتون هفهفتون. يعطيك الف. ما علينا هلا الا نحلبهم. بتوصلوا الفيديو هلا ل 100,000 ورح نحلب. رح نحلب البقرات. اشتركوا بالقناة فعلوا الجرس انتظروا الفيديو الجاي. نحن عم نحلب البقرات وشوفوا جيتنا البيع على القناة. بنحبكم كتير. بمزق لك يا عم شو قصتك. بنحبكم كتير. بمزق كتير. باي.